السلام عليكم، معانا ومعاكم النهارده فيديو جديد من سلسلة قصص ومعلومات. النهارده جايين نتكلم عن أخطر مدينة في اليابان. المدينة دي سموها بمدينة الأشباح، سموها بالاسم ده عشان حصل فيها زلزال قوي جدا وبسببه حدث تسونامي، وهجر سكانها بسبب انفجار مصانع المفاعل النووي، فعشان كده سموها بالمدينة المهجورة أو بمدينة الأشباح. فعشان كده عدد سكانها بقوا صفر، وكل اللي حصل ده كان سنة 2011. والدولة اللي حصلت فيها الكلام ده كله هي دولة جزرية في شرق آسيا قريبة من الصين، وعاصمتها طوكيو، ومساحتها 377,944 كيلومتر. المدينة دي راح يوتيوبر اسمه جو حطاب وحاول يدخلها أول مرة لكن معرفش من الشرطة والأمن اللي على المدينة، وتاني مرة قدر يدخلها بطريقة تانية في حتة ما فيهاش شرطة عشان يقدر يصور ويطلع يقول معلومات في المدينة دي ويشوف ايه اللي جوه المدينة، وعمل فيها فيلم وثائقي قصير على شكل فلوج. بعد ما حصل تسونامي وعدد سكان المدينة بقوا صفر، حاول الحكومة انه ما يرجعوا السكان ولكن ما رضيوش عشان ما يحصلش أي حاجة تانية. بعدها ما بقاش فيه ثقة مع الحكومة، ولما حصلت الحادثة دي في 15,000 شخص مات بسبب الحادثة، و16,000 مفقودين، و22,000 شخص اتصابوا. كل ده بسبب الحادثة لأنها كانت حادثة مش طبيعية. أكيد كلكم شفتوا فيديوهات للحادثة على اليوتيوب، الموضوع انتشر جدا على اليوتيوب، فالموضوع مش سهل أبدا. فعشان كده سموها المدينة المهجورة لما السكان مشيوا وما رجعوش تاني، أو أطلقوا عليها اسم مدينة الأشباح. فالموضوع صعب انك تلاقي شخص اهله ماتوا وهو مش هيقدر يرجع للمدينة اللي ماتوا فيه. والموضوع مش بس في اليابان، الموضوع ده بيحصل في سوريا وفلسطين وبعض الدول العربية اللي بيبقى فيها حروب ومش بيقدروا يرجعوا لبيوتهم بسبب الانفجارات، فالموضوع صعب جدا. وبس كده الموضوع خلص. لو حابب ان اكمل في السلسلة دي انزل اعمل لايك وقول تعليق، قول لي اكمل ولا ما اكملش. متنساش تشترك في القناة وتشارك الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبك. السلام عليكم.